شيخ فؤاد، شو صار؟ ليه وقفت يعني من بعد ما حضرتك عرضت انك تضوي الطريق اللي قتل عليها جورج الراسي؟ شفناك ما عملت شي. انا ما عم بتهمك، انا عم بستوضح منك، اتمنى ايجابي منك. أهلا ست نضال، مساء الخير. بالنسبة لموضوع معالجة موقع الحادث اللي صار للفنان جورج الراسي في الله يرحمه، بداية الأمر ست نضال، الموضوع قوبل عرضنا حنا بالموافقة والترحيب الكلي، طبعا الترحيب الكلي بالمبادرة كاملة مع كامل استعدادنا حنا طبعا لمعالجة الموقف. ولكن ما حصل لاحقا أن لبنان اعتذرت عن ذلك مني ومن جميع من قدم عروض المساعدة للموقع لمعالجة الموقع، وذلك حسب ما أبلغت وأبلغ ممثليني في لبنان. فيما بعد لاحقا، أنا تسأليني عن التويتة اللي موجودة ست نضال، أن لبنان اعتذرت ورفضت العرض اللي أنا قدمته. صحيح، أنا كتبت التغريدة وانتشرت التغريدة على منصات التواصل الاجتماعي. بعد ما انتشرت التغريدة تم التواصل مرة أخرى، تم التواصل المباشر بين المحامي الخاص بي الأستاذ بلال أبو شقرة وسعادة الوزير علي حمية وزير الأشغال اللبناني، وأوضح سعادة الوزير أن الرفض واستمهال المعاملة حاليا تم بسبب تحقيقات تخص المشروع وتتم بالوزارة حاليا، ومن ثم عرض هبتنا أو هبة أي شخص آخر يعرضها الوزير بشكل قانوني عبر صدور مرسوم من مجلس الوزراء وسلوكها المسار القانوني لاحقا، مع الترحيب الكامل فيما بعد بالمشروع وبالهبة. من جهتنا حنا كنا نتمنى المباشرة الفورية بالمعالجة ست نضال للموقع وعلى وجه السرعة لكي لا يتم زهق المزيد من الأرواح مستقبلا. أشكرك ست نضال على الاهتمام بالموضوع، شكرا، والله يرحم الجميع والله يحمي الجميع. بشرفك انت، فكرك اذا قلت لي شيء يعني حنا ارتاح وياك. لا انا لمست، لا قلت عندي القلب هيك. خلي عينك على الجرس.